بالقرب من الحدود العراقية شنت قوات التحالف الدولي غارات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 جهاديا ومدني في شمال شرق سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم استهداف مواقع للتنظيم في الشداد في محافظة الحسكة. وفي فيينا وأثر لقاء مع وزير الخارجية النمساوي، صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي متسورا أن الرئيس السوري بشار الأسد هو جزء من الحل، عبارة تستخدم للمرة الأولى على لسان مسؤول في الأمم المتحدة. ومعي من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. يعني هذا التصريح هو تصريح لافت على لسان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، لا؟ هذا التصريح يجب أن نراه في مجمله، إنه تحدث على وجود دور للرئيس بشار الأسد لكبح جماح العنف أو تقليله، ولكن هو أيضا أوضح أنه لا بالنسبة للحل النهائي فهذا لا ينطبق عليه هذا الشرط، لأن الحل النهائي سيحدده هو الشعب السوري والأطراف الفاعلة هنا. يعني أحمد فتحي برأيك لا يوجد تغيير في موقف الأمم المتحدة بالنظر إلى التطورات الأخيرة في الأرض، وبالنظر أيضا إلى ربما مساعي كبيرة في البحث عن حل سياسي ما؟ الأمم المتحدة لم تقول بعزل الرئيس بشار الأسد. كل القرارات التي صدرت هي لإدانة في بعض الأحيان الكثيرة. العنف المفرط والفظائع التي ارتكبها نظام الأسد هي جرائم لا يمكن التغاضي عنها، ولكن الأمم المتحدة لا تملك أن تعزل بشار الأسد. الوضع على الأرض، وهذا يعني تناقشت فيه منذ عامين تحديدا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عندما كان في الأمم المتحدة قبل مؤتمر جنيف 2، عن ما هي إمكانية أن يكون هناك مشاركة للسلطة بين النظام القائم وقوى المعارضة. للأسف لم نرى تحرك في هذا الاتجاه، ربما يكون هذا بداية للتوجه نحو المشاركة في السلطة بين الأطراف المتنازعة. خطر تنظيم داعش هو خطر على سوريا، على العراق، على تركيا، على الأردن، على الدول الجوار جميعها، وبالتالي يستلزم وجود حلول خارج نطاق خارج الصندوق، وتتعامل ببراجماتية شديدة كما تعلم، وهي الصفة الغالبة في عقلية المخططين السياسيين في الغرب. طيب أحمد، هل هذا يعطي فكرة عن مضمون تقرير متسورا الذي سيقدمه يوم الثلاثاء المقبل؟ أنا لا أتصور أن تقرير متسورا سيكون يعني دراماتيكي في محتوياته، ولكن ربما سيحاول أن يقدم يعني أسلوب جديد للتعامل مع بشار الأسد في إطار علمه بمواقف الدول الثلاثة دائمة الأعضاء، أنا أعني الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا، والجانب الروسي والصيني الذين يعارضوا صدور قرارات في معظم الأحيان باستخدام حق الفيتو، وبقية أعضاء مجلس الأمن. هو ديمستورا يعلم ديناميكية المجلس ويعلم مواقف كل دولة، ولكن البراغماتية، نحن أمام خطر داعش وعليه، فسيتم أخذ هذا في الاعتبار. ولكن أكرر أن الحل النهائي لن يكون بيد الأمم المتحدة، لن يكون بيد البيت الأبيض أو الإليزي، ولكن سيكون بيد الشعب السوري وحده. أحمد فتحي، نعود ونلقاك ثانية مثل سبتمبر الماضي في شهر سبتمبر المقبل في مبنى الأمم المتحدة. شكرا لك. أتمنى أن نلتقي قبل ذلك. شكرا.